يعني هذا المفروض اليوم احنا كدولة إسلامية نعقد بالمحكمة على ضوء مذهب معين. يعني احنا من نجيب المذاهب الأخرى إذا أكو اختلاف يجب أن تكون هناك محاكم للأقليات مثل ما هو المفروض. يعني احنا اليوم نتعجب أكثرية بالعراق يفترض أن يكون القانون جعفري وتكون هناك محاكم خاصة للأقليات الموجودة. اليوم العراق قسم لنصفين في حين هو يفترض لا يكون القانون العام قانون جعفري أو يرجع به للفقه الجعفري باعتبار الأغلبية بالعراق جعفرية، ويفترض أن تكون محاكم خاصة مثل ما موجود عندنا. يعني مثلا اليوم في بريطانيا، أخوة بريطانيا قمة التقدم وما يمكن أن يطرح، ليس هناك تعدد للزوجات، لا يسمح، ممنوع في بريطانيا. كل الدول الأوروبية ما تسمح. لماذا؟ مع العلم أنا ممكن أنه مسلم والمفروض أنا بلد أوروبي ومتطور، لماذا؟ أما أنا أقولهم يابا إحنا أقليات والمفروض أنا أروح هسه أعقد المحكمة على امرأة مثلا، شنو اللي أفعله هناك؟